بنكمل الديزاين الخاص بالفورم او اللوجن فورم، نحاول نضيف هنا صورة، نحاول نضيف صورة تول بوكس، اكتب هنا بيكتشر بوكس بالضبط كده. ممتاز جدا. ميز باتون ده اقول له choose image، local resource موجود عندي على الجهاز، وانا عندي صور هنا best developers pictures، اختار اللوجو ده مثلا. اوكي open، ممتاز. بس لاحظ ان البيكتشر ايه كبيره شويه عن البوكس. عندي اوبشن طبعا نفس الزر، سايز مود ستريتش، عندي اوتو سايز حجم، سنتر ايمج، زوم، تمام نخليها على زوم كده. اوكي ممكن نظبط الفورم بقى على حسب التولز الموجوده عندي، كل واحد والستايل بتاعه. ممكن نخلي باسورد، يوزر نيم، ويبقى عندي تو باتنز لوجن او كانسل، ونصغر شكل الفورم كده. اوكي شباب، شيء تاني لو عملنا هنا ستارت، شيء ضروري جدا مهم جدا الشيء ده وانت بتعمل البروجكتس بتاعتك. عملت ستارت، اللي ظهر ايه عندي؟ الفورم اللي عامله قبل كده في الستارت في الران تايم، شايفين؟ لا انا عايز ده اللي يظهر، اللوجن فورم ده اللي يظهر. طب هعمل ايه؟ اروح عند السولوشن اكسبلورر هنا كده، وعند كلاس اللي اسمه بروجرامز، بروجرام دوت سي اس دوت سي شارب، وعند ابلكيشن دوت رون، شايفين دي؟ وغير اسم الايه الفورم اللي هيبدا. اسم الفورم اللي عايزه يبدا هنا اسمه ايه؟ اللوجن، ماي لوجن فورم، ماي لوجن فورم بالشكل. ابدا اشغل الابلكيشن عشان نشوف خطوه تاني ضروري نعملها. يس ستارت، ده شكل الفورم، شايفين؟ ده ديفولت بوزيشن الخاص بالفورم، ديفولت بوزيشن الخاص بالفورم، تمام؟ انا عايز الفورم يظهر ايه؟ في منتصف الشاشه بالظبط. اوكي اروح فين بقى؟ اروح عند الابلكيشن الخاص بيا كده واعمل ستوب. طبعا عشان اعمل اي تعديل في الكنترولز على الفورم او في الكود اديتور من الداخل لازم اعمل ستوب الاول للران تايم. طيب اضغط على الفورم كده تحت ستارت بوزيشن، ستارت بوزيشن يعني هي دي بروبرتي، واقول له ايه شايفينها الديفولت تشويز ويندوز ديفولت لوكيشن، اقول له ايه سنتر سكرين منتصف الشاشه، لما يشتغل يظهر في منتصف الشاشه. شايفين؟ ظهر المشروع في منتصف الشاشه. طيب الشيء الثاني عندي اليوزر نيم هنا عادي عالي مثلا، طب الباسورد المفروض الباسورد يكون مختفي، مفيش هنا اي حاجه ومجرد نقاط. طيب ازاي اتحكم في شيء زي ده؟ هرجع تاني للفورم الخاص بيا كده وابدا اروح عند الباسورد تكست بوكس باسورد ده، في حاجه عندي اسمها باسورد كاركتر، هي ده اخترت الباسورد تكست بوكس هو ده، واروح عند بروبرتيز واختار باسورد كاركتر، واحط الكاركتر اللي انا عاوزه اي سيمبل، ممكن دولار ساين يظهر عندي دولار ساين، علامه واحده بس بتظهر، ممكن بوينت كبيره كده، تمام، علامه اد. اوكي واعمل هنا ستارت ونجرب تاني. عالي، وين الباسورد مثلا؟ 1 2 3 4 5. هل في اي رقم ظهر؟ لا خلاص السكريبت. المرحلة الثانية من المشروع دلوقتي نبدأ نحط الأكواد داخل
الفورم. منتظر منكم طبعا ايه ديزاين النهائي للوجن فورم، الصوره، التو ليبلز، التو تكست بوكس، التو باتونز.